التليفون حالا لوكا سبيجاريلي علشان يقول لنا تفاصيل اكتر. هلو لوكا. Hello, yes. Yeah, thank you so much. It's a pleasure to having you on Al Ahli TV. First of all, we want to know the news that we heard about transfers Zlatan Ibrahimovic from Los Angeles Galaxy to AC Milan in January. Is it true or it's just rumors? No. طيب I will translate to the people and I'll be back to you with the second question. طبعا قلتوا احنا سمعنا اخبار ان احتمال يكون في انتقال لزلاتان ابراهيموفيتش من لوس انجلوس جالاكسي الى ميلان. هل الاخبار دي حقيقيه ام لا؟ هذه الاخبار حقيقيه ان في كلام اتفتح مع زلاتان ابراهيموفيتش على انه يعود مجددا الى نادي ميلان، وده عن طريق طبعا شهر يناير القادم، واكيد زلاتان ابراهيموفيتش واحد من اللعيبه المميزه في اوروبا حاليا، واكيد هيضيف من قوه نادي ميلان. لوكا، also we heard that Giuliani said in the news that if Ibrahimovic be back to AC Milan, this will make value to the Serie A. So I don't think you very well. Giuliani said that if Ibrahimovic will return to AC Milan again, it will make the Italian league or Serie A more value or more valuable by return of Zlatan Ibrahimovic to play again to AC Milan. Okay, Luca, thank you so much for being with me on Al Ahli channel. واضح ان في يعني بعض المشاكل في الصوت، صوت ما انا عارف ما كانش واضح، لكن بنحاول ان احنا يعني اترجم من اللي انا سمعته على قد ما اقدر من الصحفي بموقع ميلانيستا لوكا سبيجاريلي. كلمته قلت له هل جالياني صرح وقال ان عوده ابراهيموفيتش هتزيد من قيمه الدوري الايطالي، وده هل ممكن تكون مؤشر لعوده اللاعب من جديد؟ قال لي طبعا ابراهيموفيتش هيزيد من قيمه الدوري الايطالي زي ما نجوم كتيره جدا بيضيفوا الى الدوري الايطالي في الفتره الحاليه، زي ما رونالدو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس، وخطوه زي كده او انتقال زي اللي تم من خلال يوفنتوس اكيد ادى للدوري الايطالي قوه كبيره جدا. وكمان ابراهيموفيتش لما يكون موجود احنا عارفين انه ملك التصريحات او ملك قصف الجبهات زي ما احنا متعودين بلغه السوشيال ميديا.